رحت طلعت نزلت وجيت البيت شفت يقروس شفت يقروس شفت يقروس شفت يقروس كل جنس النسوان مسوس رحت طلعت نزلت وجيت البيت شفت يقروس شفت يقروس شفت يقروس شا 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 علي طويل يا ويلي شا 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 علي طويل يا ويلي يا ويلي هي بدي عيش وأنا ميت وبدي موت أنا عايش بدي عيش وأنا ميت وبدي موت أنا عايش بدي أتسطح عالواقف وبدي وقف وأنا متسطح لك بدي أغرق وأنا فايش وبدي فوش وأنا الأرض ذابحني تحرم علي النوم والأرض ذابحني ست كاس ست 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 كاس ست 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 كاس ريحني ست كاس ست 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 كاس بأسسوها واللي بأسسها هو المؤسس الأول والمؤسس الثاني عم حقيقيك رسمي رسمي مؤسسة شركة خاصة شركة خاصة لكن شركة خاصة مساهمة مغلقة شو كان اسمها الكلمة لك بهيج تبعت لها هي بعد المساهمة مهملة لا مو مهملة مساهمة مغلفة من مغفل مغفلة شو هالصوت
حوالي فويا وانا بيبعت لي الله يا نمن الخانو قلبي الله الله يسلم التم يا رب سلم التم مسكورين مسكورين ست هنوفة بسألك سؤال شيخ يعني بتعطيني الأمان طبعا يلا معلم انت وياك كل واحد على شغله وانت اكيد سيارات كل قاعدين هون مثل بلاقي يلا عمي يلا مو زنبيق الله معكم يا شباب لا تاخذونا نادر حاسب الزباين نادر سيبوني يا نادي ليش هيك قلعت الزباين ما بيصير لك واحد ما بيعرف يحد يحكي كلمتين مع حرمته ساعدون طلعنا توقف في جوز هند برا جبنا شيء وانو سعدانا جيب لك موز كمان جيب لي موز اذا في كوكتيل حليب موز وحليب موز وحليب ان شاء الله بتعبرين يا ايش هو ايش هو الرمش العين اللي ناتعتي والله بينشوى عليه 5 كيلو لحمي ولا اسناني ان شاء الله بيقبروني اعملي تحكي صحيح على سيره الاسنان اسنانك شبهون شبهون ما بهون شيء وما بهون شيء حلوين كمان إن شاء الله بتقبرني الغمازة يا رب دخيل عينك بدي أسألك سؤال تفضل يعني فيك إليك الحرية بإنه تبلقليني شو يعني بلقلك يعني شو جوزيني يعني جوزك لسه أنا ماني مرتبط أنا زلمة عزوب شو يعني عزوب ماني عندي حدا من عزب معزب إيه يعني مشان الله إن شاء الله لا غمازة هاي؟ ايه غمازة ان شاء الله بيقبرني الغمازات كلها لأجي نعشيك؟ تعشيني اول ايه؟ اكل انا ان شاء الله ما كتورة الخير ما صحة بدي صحة وقلف انا غني لي هيك؟ ايه؟ اسعدون ايوه نزلت اهو ها تعطيني مقام رست البياض على الحجاز مشكل عليه بس مصلي النكريت منه وخليك على اللامي وين هاي؟ هون وين الدويلعة؟ شفت آخر موفق بيع اللي بيبيع نحو بيع الدخان روح انت جبي ايه 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 دلي ايوه دلي وجمر ونار عن حبك ايه ما راح شفت بقلب الخيمة وما عادت عيني تشوف حلوة مثل النسمة اسمها نو رد سعدون شفت بقلب الخيمة وما عادت عيني تشوف حلوة مثل النسمة تقبرني هانو قلت الله يا نو انا اسمي معروف قلت الله يا نو ايوه انا اسمي معروف واذا بتبقى عيني فضل موزمبيق ضحكت وصدقت ضحكت وصدقت كرمالك اقي تقبري انت وضعك سعدون اهلي خلص روح لي استعملها هيك تنعيمي مكسي ساوي ايوه اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك ان شاء الله بتقبريني مع احلاك والله انا المزع العائل تبعي فيكي بدي اسالك سؤال في مجال انه انا كل يوم اجي لا يوم ايه لا فيني كل يوم ايه لا اجي فيك تجي كل يوم انا حبيتك كثير وانت مهضوم كل يوم تعال عنا وسهر عنا مني تقبري قلبي تقبري قلبي في لي طلب ثاني صغير عندك يا شيخ تشرف تفضل امور في مجال حدا يوصلني ليش بخاف في كلب هيك بتخاف من كلب وبدك تتجوز شو دخل ليش انت اسهل من الكلب كلبي عزي بيعب تكرم عينك على راسي هلا بخلي الشباب يوصلوا غيره بدك شيء تندهي لحدا يوصلني على راسي نادر لك لا تندهي عم نزح معك شو نادر ما نادر نحن رجال انا اللي بطلع نحن رجال خاطرك اعطيني ايدك نحن رجال وكلمتنا ما في صوت برا ما في صوت من جوا الصوت من جوا
قولي اخو من هون صوت فيولا شو في صوت صوت صغير ناي عم يشخي عم يمزح دخيل كرمك يا ربي دخيل كرمك لك شو هالنعمة اللي أنا فيها هي دخيل اسمه الرب والله بيعطيني أكتر ما استاهل وحياة اسمه لله هي بلق لي هالقد من أول أكازية كبيرة تقبر قلبي هنوف يا روح قلبي يا هنوف أنت دخيل عينك والله حبيتك بالاسم اسمك حبيتي ما أنا حبيتي يو الله يذكره بالخير نفس الغنية حكيني عن تليفون كل يوم مرة يا عيني سمعيني بس صوتك رومية يا عيني حكيني عن التليفون ما بيمشي الحال اذا هيك كلهم كنت تتاخروا عمي الله مع دواليبكم عدو الله معكم بونجور اسلام معروف بونجور الله لا يسامحك بالخير بجاه النبي ليش متاخر ولو كنت بالمرحاض مين مرحاض شو دخلني على البيت هي حشات الذكر كنت بالمرحاض بعدين يا اخوي يا معروف ما تاخرت غير دقيقتين دقيقتين كان بالمرحاض ما كان 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 ولا ما كان مالي علاقه عود افهمك شو سويت بدنك انت بيشتكي الله الله يجينا من ساعه الغاز بجاه النبي لك حبيبي هلا انت بالنسبة لك بدك تقول لي صباح الخير انا شو بدي اقول له؟ صباح النور قد ايش بتاكل وقت هي؟ دقيقتين ونص قد ايه؟ دقيقة ونص دقيقة ونص ماشي الحول بدك تروح على الورشة تبعك لبين ما تفقس الفقسة تبعك الكهرباء وتشعل الكهرباء قد ايش بده؟ ساعة و قد ايه؟ 25 دقيقة وقتها غير وقتنا انت العمى بقلبك صحيح وبده يرفع الديجنتور بين ما تشعل وتقطع الكهرباء قد ايش بده؟ 25 دقيقة 25 دقيقة حلو كثير وبين ما تمطمش شطفط وبتفتح جاكيتك تشرب كاسة شاي قد ايه بده؟ 5 ثواني قد ايه صار بعنتك كل القصة؟ 16 دقيقة ونص يا عيني عليك 16 دقيقة ونص تأخير وتحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن والبادي أحقر ولأنك انت اللي تأخرت مخصوم منك 16 يوم ونص والله حرام يا استاذ معروف يعني مين والله ظلم هذا شو طول بالك يا خلاص انت وياه خلاص انت وياه اخي احنا بالنسبه لنا مساوين ايمون شعر حتى نرفع راسنا قدام العالم نحن دول حضاريه نحن من المجتمعات النابيه ما بيصير نحكي هيك يلا شوفوا النشيد بابا الشورالي بايون يا عيني يا عيني في خصم اذا ما بتردوا كلكم بابا الشورالي بالون يا عيني يا عيني احمر واصفر اللون يا عيني يا عيني نفخته صار كبير يا عيني يا عيني طعن بالون تعال عندي هون تعال عندي هون اري ايه ملس 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 جلس حلس ملس 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 شلون هي شلون هي شو 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 شعري طويل يا ماما ما بيمشي حالك طب كل اياها من هون لعله افك العقدة هاي حط لي اياها على الطفاية نيكي احط العقدة على الطفاية حط العقدة على الطفاية هلا هيك على الصوره هاي يا الله لا يوقف قل لي اياها من هون حط لي اياها على الغساله هاي ما بعرف ما بعرف تعال لي بشقته ان شاء الله تعال شوف بس في عندنا هون مثل كيلو صاير قرب عينك انت وياه شايفه صاير شو
شا 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 شعري طويل يا ماما. أخي تعال جيبوا لي هذا كليات وخلينا نرطوني. تعالوا يا ولدي. شعري طويل يا بابا. لا هيك ما بتشيل حال بنوب. تعالوا لهنيك بابا الشوراني يبالو. يا عيني يا عيني احمر واصفر بنوب. يا عيني تعال تعال جلس ملي جلس ملي جلس ملي جلس ملي جلس ملي جلس ملي جلس ملي. يا عيني عليك يا كمامي والله هيك تمام. انت اصلا من الاول قلنا كل احنا هيك. ليش ما وين المخده؟ بالغرفه فوق. ما شفت المخده؟ والله ما جبتها. اسال معروف تسمح لي اروح اجيب المخده. لك لك شو بدك كم بلا مخده؟ شو بدك؟ جيب معك المقص. ما جبت المقص؟ والله ما جبت المقص. اسال معروف اجيب المخده والمقص. لك يلا واقف عم تستنى كمان العمل يا ذاك صعيد. شو بدنا نفطر؟ اه نفطر نفطر. واو شو احلى حكي. عم تحكي بدك تفطر يا حبيبي؟ شو رايك كمان اعمل لك سكمله تقعد عليها؟ لك حبيبي بدك تفطر؟ مالك كيف عم تطير عن غرفه فوق؟ وزبط لك امورك اخر شيء. عم تقبض راتب كمان جاي بدك تفطر؟ اذا بدنا نشتغل مزبوط بدنا نفطر. وبعدين هون الفطور امتى ببلش؟ ببلش الساعة 7 6 ونص. والشغل امتى ببلش؟ ببلش الشغل الساعة 7 قبل بنص ساعة 6 ونص لازم نشي. وانا وافي ما بقدر نام. اذا واحد بنام فيه 6 ونص لازم ينام الساعة 1 ونص وانا ما بقدر فيه 1 ونص. شلون يعني؟ ما بقدر لأن هون الكازي اخر سيارة. عيدك لمين؟ امتى بتيجي اخر سيارة هون؟ الساعة 8 9 بالليل. مين بيقول مناوب بهيج؟ بهيج مناوب داهي. انا الساعة 8 بصير غرفتي. حط راسي بنام بضل نايم للساعة 12 واحدة. ايوه بضل فايق هيك لوش الصبح. وش الصبح شو الساعة 7 هيك؟ كل يوم في الساعة 7 ل 10. كيف بدك انا انام 6 ونص؟ خشوا هيك راح جنني واحد بتعرف انت في واحدة ونص ولا بتنام واحدة ونص؟ واحدة ايوه المخده والمقص المخده والمقص. يا عيني عليك يا عيني. هلا امورنا هيك تمام. خلينا نعمل نظره اخيره. شوف 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 شعري طويل يا ماما. يا سلام. هلا انا شو بدي اياكم بقى؟ جيب المقص لك حيوان تلمته ورجيني. تمام هيك ايوه. شوف حبيبي احنا هلا بدنا نوقف خلف الشريط ونصر الرصوف مشان نخلي السلاح صاحي على طول كليات الصايغه. شوفوا لكم اليوم المساء الساعه 8 رح تصل فرقه العراضه بالمكرو المخصص لنقل فرقه العراضه من والى كازيه لسه ما سميتها لصاحبها معروف. فبدي اياكم تكونوا على اتم الجهوزيه مشان الافتتاح. واوعد عليكم لازم تعرفوا انه مع المكرو الذي مخصص لنقل الفرقة العراضة من وإلى كازية لسه ما سميتها لصاحبها الداعي معروف راح يكون في بقلب هذا المكرو بنت ستقوم في خدمة هذه الكازية. هي البنت لازم تعرفوا منيح منيح. هذي بيعرب عليها بتحشى بيتمو حتى لو حاطت كمامة بقيمة وبتحشى. أيوة منطقة محرمة هاي. منطقة محرمة يعني عليكم. ايه فهمنا فهمنا. ما في أكل بالإفتاح نمورة ما في. أنت حيوان أنت لا. هذا اللي اخذها على قسم نهاري يخرب بيت قلبه. انا اكد انه اشتغل عند التمدفني ابو نادي الله يذكره بالخير. كنت اتغاضى عن شغله الاكل نهائيا نهائيا. على اي انا بعطيك خميسيتها؟ ليش ما كان يعطيك ابو خميس؟ ما كان يعطيني خميسيتي ولا كان يعطيني شيء. المهم ما لنا بهالقصه. يفضى عرضه شو فضيس. يفضى عرضه شو فضيس. لا اذا هيك الصوت بنخصم. بدي صوت يفضى عرضه شو فضيس. يفضى عرضه شو فضيس. يفضى عرضه شو فضيس. يفضى عرضه شو فضيس. نصه زلمه ونصه بليز. نصه زلمه ونصه بليز. شغلني كل الجمعه. شغلني كل الجمعه. وحط لي يوم الخميس. وحط لي يوم الخميس. بدلنا اجره سيرفيس. بدلنا اجره سيرفيس. يفضى عرضك شو غليظ. يفضى عرضي شو غليظ. مهم هلا مثل ما قلت لكم لازم نظبط امورنا على هذا الشكل ويكون الافتتاح تمام تمام. هلا خلينا نفكوا هذا الشريط والساعه 8 برجعوا. ماشي هيك بيزبط الامور تمام مو احسن؟ يلا خلينا نفطر لكان شرفوا. يلا شرفوا. Thank you.
منور. يا هلا بالشيخ. يا هلا بيك. يا هلا بيك. هلا كيفك يا نادر؟ كيفك؟ مشتاق لك. يلا كيف اخبارك؟ طمني. الحمد لله. كيفك؟ الحمد لله بخير. كيف الشغل؟ ثواني وبتكون المنقوشه جاهزه. يا هلا بيك. حدك هدوء. نادر ساوي قهوة. حاضرين. حوت وسلطات لما رأس في ستين شعوز وإذا أخي محمد وأخو فراحين كمان 13 طيب 250 كمان يتمام ويصفى إذا حطوا لنا شي يصير خاور مبطف بس ما رح ننسى نعطيهم أجراتهم كلياتهم على السلام عليكم. أهلين تقبليني. أهلين محسوبك هاني. أهلا وسهلا. شو طلباتك؟ شو بدي رأي خدمة؟ لا حبيبي أنا جاي لهون مشان أنت تطلب مني. أنا اللي جاي ساعدك. تفضل اللي شو بدك. ساعدني ليش؟ أنا شو مقدم دعوة؟ ما لي حدا ولا حدا طالب مني شيء ولا ما. أنا ما بدي إياك تساعدني ولا تساعدك. طول بالك علي شوي. إيه؟ محسوبك خبير هون بالمنطقة. يعني فيك تقول ابتداء من أسعار البنزين لما بتطلع. إيه؟ أنا اللي بتفق مع أصحاب الكازيات اللي مثل حضرتك وبقول لهم إمتى يبيعوا وإمتى يأجلوا البيع. إيه. تمام؟ وعندك من اول طريق الشام لقبل المصنع بفرسخ، المنطقة كلها هاتها تبعي، ماشي؟ شو بدك خدمات اتصالات مساعدات طلاق زواج تو اي شيء بدك اياه، كم سيارة في على الطريق؟ ايه انت ورايك. اه شغال شو كليس؟ دخان شيء تمام. تمام. ايه شو يعني؟ هلا شو بدك؟ انا اللي بدي ساعدك، اتفقنا؟ اتفقنا. شوف يا حبيبي يا ابو معروف معروف ابو معروف. شوف يا حبيبي أب معروف معروف نفس الشيء ماشي. شوف يا حبيبي يا معروف هلا ابتداء نحن بكرة الصبح وقت نبيع بنزين خلص. اشتغل الفرن يا شباب. بدي عجين. يلا مسيك محفظ ريحة مزود. شو يا سوت مزود هاي مني بدك الله الأخير. يلا رد شغل اشتغل. أعطينا وين طلعت خبيصة وريحتها مازوت. طيبات معقولة ناصبة شوي ملح. يلا يلا سموا بالله. بسم الله. انت ما بفهم علي. نحن بالنسبه انه يعني اليوم بدنا المسن نفتتح نقص الشريط بس بالنسبه للبيع نحن شكل امورنا كلياتها ما راح نبيع لبكره. اتفقنا. أيوه. يا عيني علي. أيوه. بكره الساعه 7 الصبح بكون عندك وجايب لك السعر معي لانه ارتفاع اسعار البنزين اشاعته كثير قويه. أيوه. وانخفاضه كمان كثير قويه لذلك يا معروف الله يرضى لي عليك ما بدي اياك بكره تبيع وشو يغلى البنزين فانت مين بيخسر؟ انت تيك. وإذا ما غير البنزين رخيص تضطر تبيع بسعر رخيص ومين كمان بيكون خسر؟ أنت. لذلك بكرة الساعة 7 إلا 5 الصبح بكون عندك بقول لك يا تبيع يا لا تبيع. تبيع. اتفقنا؟ تبيع. شلون شلون؟ كيف يكون ضلينا 3 أيام حتى وصلنا على الكازية ما في نفاضة.
ليش جيت مشي؟ لا كمان جيت مشي، انا كنت قاعد عم لاقي لي معروف. قال لي وينك انت؟ قلت له انت وينك؟ عم لي تعال عندي. قلت له طيب وين؟ قال مدلني. قال لي في الكازيه. والله قال له شو عملت انا؟ حطيت السماعة ووقفت واجيت لعنده. وانا ماشي صرت افكر، فكر المعروف شو بده يعني؟ شو يا ترى بده يعني؟ حطيت احتمالات، حط على ايدك احتمالات، حط لا لا. اول احتمال قلته انه معروف بده يعني بده ياخذ مني مصاري يعني. ثاني احتمال قلته انه بده يعني يعلقني شي خناقه ما خناقه وهيك يعني له بالعاده. ثالث احتمال انه عازمني على عرسه. سابع عشر يعني له بالعاده. ما خطر على بالي انه اللي يكون عندي بكازين صرصان. ولا صرت امشي هيك، بطلت وقفت هيك فكر ولا شو وين صرت؟ قاطع استراد المنزل زي قبل الصبوره بشوي يعني عند وين مشفى حرستك. ولا بلا طول كثير عم طلع هيك زي هيك بلاقي محل فاضي ما في ولا واحد، في صوت بيجيني يا سمكه واني ما عم دقق. فجاه مش في واحد هجم علي يضرب لي بوكس. شو الحكي؟ الله وكيلك جاي تسوي بالك شباب. قام هجموا اثنين ثانيات كل واحد ضرب لي من بوكس وواحد ضرب لي بوكس. وليش هجموا عليك وضربوك بوكس؟ قولي بالك جاي الحكي. انا ما رحت على المخفر مشان نعرف بهذا ليش ضربني بوكس. والله رحنا على المخفر قام لقينا رئيس المخفر مو موجود. قام نزلونا على النظاره. ليش نزلونا على النظاره؟ نزلوك على النظاره؟ ليش شو عاملين؟ شو مخبصين؟ شو ضاربين حدا مع مين؟ مين مسميهم؟ بالسجن. هلو السجن؟ ما انا خلوني على المخفر مشان نعرف هذا اللي ضربني بوكس. نحن على المخفر لقينا رئيس مخفر مو موجود. قام نزلونا على النظاره. نزلت على النظاره. عم فتحوا الباب ام الفتت. ايه عم طلعت هيك على صدق النظاره امي من مين لاقي؟ لقيت قاعد بين الزلم. عم لما شافوني عم وقفوا. اجبتت بارضي. طيب هلا انتوا يعني وقت نزلوك على النظاره كان في يعني هالتخبيص كله وهالجبنه المبخوته وهالزعتر وهالوصاخه هي تضرب منك ايو ايو شو هالمعطله هي اللي بتساوينا؟ ان شاء الله مفكرين هدول مصاري هذيك. يا وقت وياك يا وقت عليك. صلاة محمد ما طلع لي يعني مخصوم من كل واحد منكم ثلاث ايام. كمل يا اخي كمل. شو بدي كمل؟ لما رحت على المخفر. المخفر؟ المخفر اللي فتت فيه بعد ما عقدت الخناقه يا اخي وانت رايح على اخر اوتوستراد بالمزه تبع مصفى دوما مدري حرستها. ضربوا العالم بوكس وقادوا ولما كنت عم تحكي على التليفون مشان تيجي لعند معروف مشي على الكازيه. شو بك؟ ايه مزبوط. كمل شو صار؟ فتت لقيت الزلم صفن وصفنت وقفت. مزبوط الحكي ولا لا؟ ايه مزبوط فت على النظاره. ايوه بعدين كمل. فيا طول تصير كنا قاعدين عم لاقي لي معروف. قال وين كنت؟ وانا بالليل قاعد. عم لي تعال عندي انا بالكازيه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا خير يا ربي دخيلك. هدول اني فاس زلنا شوف يلا كرفتوا كلياتكم لشوف من مكرو. ان شاء الله بتسلموني. الحمد لله على سلامتكم. يلا اخبار شو حتسووا هالمكرو انت وياه؟ خبيت قلبكم اول شغله هيك والله بلعكم كلياتكم. صلوا النبي. يلا لشوف يلا صفوا لي هيك صفه حلوه. البنات قدام والشباب ورا. شوفي ما في شي حبيبي لا تخاف. شوفوا يا شباب بدي اعطيكم معلومتين قبل افتتاحكم. حطوهم بجهنكم تمام. وين؟ شو قصتهم؟ حبيباتي يلا روحوا على شغلكم انتم. يلا تاكل كاو؟ ايه يلا روح انا من هون. شوفوا حبيباتي اول شيء بدي احب مني نفسي بالسعاده والسرور والهناء لانه حسنت حقق حلمي وحققت فرقه العراضه الاسبانيه. نمرة اثنين بدي الفت نظركم لشغله. فرقه العراضه الاسبانيه خط احمر وخصوصي يعني ما بدي اخلي العالم تشتري عندي وخصوصي يعني البنات اللي بيقرب على روحي.
روحي لك روحي اللي بيقرب عليه هو قسما بالله لا تحش رجلي بتمه. تعال معي تعال القص والآن سنقص الشريط الحريري. وقف لك شريط تنزل عليه دمحة واحدة. وقف ما بيجوز الله يجينا من ساعة الغاز. روح يلا اذبح. يا كازيه لو علمت الارض ومن زارها لشعلت مثل القبيله كلها و700 طفايه ما بتطفيها. ان شاء الله الف مبروك يجعلها عيط الرزق يا الله يبارك يا عمرك وحياتك. شو بدي اقول لك نحن يعني عم نستناك لحتى تجي مشان يعني مأجلين الافتتاح مشان حضره جناب الفخامه تبع قناه الصفر كندقي. تسلم تسلم الله يخليك تسلم يا معروف. الله يخليك الرزق. شو هاد هديه؟ ايه كمان شيء من واحد بك يعني شو مصري. والله العظيم خجلتيني قلبتيني قد الفلوق لي. يا حطها بالمكتب. روح حطها بالمكتب. شرفي شرفي يا همي تقالي ان شاء الله ما يجيب لها الفيروزي. المكتب هنيك ايه ما يجيب لها الفيروزي. تعي تعي اهلا وسهلا. تعي شرفي تفضلي تفضلي اهلا وسهلا. يا البنات على اليمين والجنس على اليسار. يلا مساكم جميعا. مساء شو بتحبي تسمعينا؟ لا بحب اعرفكم الست هنوف يعني تاج راسنا هون بالمنطقه وهي الى الخيمه هذيك اللي هنيك تبع الاستقبالات تبع الاستقبالات. ف كازيه على القهوة. كازيه على القهوة. كازيه على القهوة. كازيه على القهوة. وصلي بهدل 10 سنين. صلي بهدل 10 سنين. وقت بحبك يا هنوف. الله يستر عرضك. بترجع كل شيء مثل ما كان قبل قص الشريط. ما كنت بهدر وترجع كل شيء مثل ما كان. شوف الشريط تبع هذا مو حلو. شفنا هيك ما قطعنا. روح الشريط اللي هنيك. عندي عندك. يلا روح من هون. كازية يا كازية. كازية يا كازية. كلها شباب سكرتية. كلها شباب سكرتية. هنوف لفي لفي ودوري. هنوف لفي لفي ودوري. بخدودك ورد الجوري. Oh,
مو ورا بطلت باب مو ورا عيار مدوزن شو ورا عيار مدوزن شو ورا ما نو عشرين من قدام ما نو عشرين من قدام وثلاثين من ورا وثلاثين من ورا وصايخ خدا عاليلي صايخ خدا عاليلي ومبل شرب الصو من ورا ومبل شرب الصو من ورا ومتقلي بعيار الشفة متقلي بعيار عملت لها حبه عملت لها حبه عملت لها حبه عملت لها حبه قربت عليها نتوفه قربت عليها نتوفه يا ماما ملا شوفي يا ماما ملا شوفي يا ماما ملا شوفي يا ماما ملا شوفي احميلي علي هدول ما زبط احنا بنزين ورا هدول دنتاج قدنا دنت دنتاج قدنا دنت دنتاج قدنا دنت دنتاج قدنا اخي انا اعطيتكم حق الخروف بدكم مني شيء ما بدنا منك شيء احنا متحاسب الله معك يا سلام لا بدك تقول قدامه قد دفعت لي 5500 سمعت سمعت بس ما مصدقك يا اخي شوفك رضيعي ولا قرقور لك هذا خروف ابو قرون اقل شيء حقه 7000 ليره عم تكذب علي انت وياه اخي ما عاد بدي خروف اعطوني المصاري لا 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 لحظه تعال اقول لك وليام انت بدك تخلي معروف يشخطنا بدك تجنني لقيت القدر عم تشك فيني يشخطنا لرجلي فارقه معي يعني هلا بدك تطلع المصاري وتعدهن وترجعهن لا اعرف صدقك من كذبك طلع المصاري وعدهن وشقهن واضربهن وبلا البيعه كلياتها اتفضل اتفضل هاي الكمامة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عم تنصب علي انت وياه يا نصابين يا معتري ما حدا عم ينصب عليك انا بدي منه 1500 صحيح منك بدي 1500 مزبوط إله مني 1500 ليرة وحق الخروف 5500 صاروا 7000 بدكم مني شيء ما بدي منك شيء خذ الخروف وتيسر الله معك مع السلامة تعرف إذا بيدرى معروف؟ فعلاً بده يشخطنا يشخطنا؟ أنا يا أخي طول عمري أشك فيك ما أصدقك ما أصدقك حتى لو تعرف على المصحف ما أصدقك أنا تشاذب أي ما أريدك ما أريدك ما أريدك ما أريدك ما أريدك 1500 منين لوين؟ دايلي صحونا يا عمر لازم أمشي وين قاعدين عم؟ لسه بدي عبي مازوت قبل ما أتيسر عبي من هديك الكازية رجعوا فتحوها جديد صاحبها كتير ظريف وآدمي مازوتاته ظراف وما بيغش في العدة والله لكن يلا وانت قلتيها تفضل انا ما باخذ مصاري بتحاسب انت والشباب ابدا ابدا بتحاسب انت والشباب طيب مثل ما بدك الله معك يلا الله معك خاطرك يلا يلا هلا راح خلصنا يا معلم خلصنا يا معلم خلنا شغل يا خلصونا يلا بدنا نروح يا عمي بدي حال 500 خلينا ننظف القصه قبل ما يجي معروف ويدرى انه لا في خروف ولا في دم والقصه كلها كتشعب مين صاحب فكره الكتشب مو اني؟ مبلا ومين اللي قال لك ما نذبح الخروف ونذبح حقه مو اني؟ مبلا مرقت ولا ما مرقت؟ مرقت ضبطت ولا ما ضبطت؟ ضبطي ومين دائما هيك بيعطيك افكار بيخلينا نسترزق انا ولا مو اني انت لكن ليش بتنصب علي وما بتعطيني الحساب ليش لك ما نصبت عليك بلا انا تسرقت انا تسارك انا تسارك هلا بدك تقول لي ليش وين تعطيت نواف دينته 1500 ورقه واليوم ما راح افتح المي
وليام روح افتح المي. ما راح افتح المي. روح افتح المي احسن ما اقول له لمعروف احكي له عن كل شيء. انا سرقتك منيح، انا سرقتك ان شاء الله. افتح المي وحاجنا. يا من اول بقول انك سراق يا حرامي يا نص يا نصاب ابو 1500 ليره. ماشي، بس ما راح اخذ المصاري منك، راح اسجلهم دين عليه. ايه سجلوا دين وخذ فوايد تبقى. روح افتح المي. يلا روح افتح المي خلصني خلينا نضايق. ايه شو خايف منك؟ اطلع عليك الكاتشب خلصني. فهمت عليك. ولك انت امتى كنت تفهم اصلا؟ ها مطموره، قصدي مطموره، كل ما يكون لي معك مصاري بكتبك على ورقه واقعك عليها وبتحشى بقلب المطموره. فهمت علي شلون؟ بس بدي اعرف قديش اللي بدمتك. بكسرها المطموره وبحمل حساباتي، يعني بيك تقول حساب جاري بيني وبينك. خلص ماشي موافق. تعرف يا وليام تبحتني ريحه البنزين. حط الكمامه، حطها ريحتك تشرب. احترنا يا اقرع من المشطك. معك ورقه وقلم؟ ايه معي. ليه؟ اعطيني اعطيني دمك. اعطيني شو؟ يا يما ايوه اكتب انا الموقع عدناه مذيله. انا الموقع عدناه مذيله. عدناه ايوه بهيج كمامه مذيله لي في ذمه. ايوه لي في ذمه. انا شو كان اسمي؟ لي في ذمه. ايوه الاستاذ وليام وليام الهزاع. 1500 ورقه وعليه وقع 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 كمامه وقع. تفضل تفضل. هاي الله ستر بنا احترامه. Bye.
لك مشال الله وين سمين.